قبل استلام برضو الكتكوت بتنظف العنبر كويس جدا بالمية والصابون، والتنظيف ده بيبقى شامل للحوائط والأرضيات باستخدام كمبرسور ضغط الهواء جامد، بتدفع المية مع الهواء لضمان تنظيف جميع أجزاء العنبر. بتتأكد من تنظيف العنبر بالمية كويس جدا، وتتأكد عن كل المعدات وكل السقايات والمعالف اللي جوه العنبر اتنظفت بالمية جدا. بتطهر العنبر بتاعك تطهير وتعقيم كويس جدا، مفيهوش اي تنازل عن اي معدات ومعالف وسقايات، باستخدام المطهرات اللازمة او المطهرات اللي انت متأكد ان هي تقضي على الفيروسات والبكتيريا والفطريات.